الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب الملائك. ختمة واحدة للقرآن في الأيام العادية الحرف بعشر حسنات. الرسول قال كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد المعنى ده عشان ما حدش يتصور إن هو يعني إيه مش مقصود. عشان كده أنا حاولت أحسبها عملا بأمر رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم. ألف حرف ولام حرف وميم حرف يبقى ثلاث حروف بثلاثين عدد حروف القرآن فعشرة 33 مليون حسنة تقريبا 33 مليون حسنة تقريبا. بمعنى لو انك انت ختمت القرآن ختمة من الحمد الى الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقريت المصحف كله من الجلدة للجلدة الحد الاخر من الجنة والناس كده 33 مليون حسنة إذا تقبل الله عملك إذا احتسبت الأجر عنده. لا ده مش 33 مليون بس ده 33 مليون حسنة يحبطوا 33 مليون سيئة اتمسح 33 مليون سيئة. طب ده في غير رمضان. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في